للاسف شديد. لا، في القانون في تنظيم قانون حمايه البيانات الشخصيه بينظم ده. عندنا احنا يعني كان في طبعا قانون التجاره الالكترونيه، كان في عدد من الساده النواب وكان متقدمين بمشروع قانون، ونواب حزب مستقبل الوطن ايضا كانوا متقدمين بمشروع قانون التجاره الالكترونيه. ويمكن احنا منتظرين، تعرف حضرتك طبعا اللائحه بتقول ان انا لازم انا ناقشت ده، ناقشت في اكثر من جلسه بحضور الحكومه. طبعا انا كده منتظر لازم يجي لي طبعا قانون الحكومه الخاص بالتجاره الالكترونيه، اللي انا بوعد حضرتك وبوعد كل المشاهدين ده عشان حمايه الناس بالفعل. هذا القانون هيتم مناقشته في بدايه الفصل التشريعي اللي جاي. ده بقى اللي هينظم الجزء اللي حضرتك تحدثت في بدايه حوار حضرتك، اجتماع وزير الماليه النهارده الخاص بفرض الضرائب على السوشيال ميديا، لان حضرتك كم الاعلانات الهائله اصبحت اكثر من وسائل الاعلام اللي موجوده على السوشيال ميديا. وهناك مثلا انت تعرف حضرتك الشركات اللي هي بتبيع الادويه اللي هي مجهوله المصدر دي، بيبيع مثلا بيطلع في اليوم 1000 اوردر و1200 اوردر. فهناك خلينا نقول برضه ان هناك شركات بتعلن المنتجات بتاعتها، مش شرط بقى، ممكن منتجات اخرى قد تكون صحيحه وسليمه 100%، لكن فين الضوابط؟ فين المعايير؟ فين الاشراف؟ فين التصاريح لهذه الادويه؟ طبعا بيعلن وبيكسب كويس جدا، تبين حق الدوله في نفس الوقت وبيحقق مكاسب مهوله طوال الفترات السابقه. فده كله هنعمل له تنظيم ان شاء الله باذن الله في القانون الخاص بالتجاره الالكترونيه. طيب سياده النائب، من كام يوم تم الاعلان على انه المحادثات الصوتيه بين الخاصه، هي محادثات خاصه بيتم تسريبها او بيتم نقلها او بيتم انه تم اختراق او تسجيل مكالمات ليك، وبعد كده من خلال الشركات الخاصه بال شركات الاتصالات، مش ما بتكلمش على الشركات المصريه ولكن اتكلم على الشركات العالميه. طبعا يعني احنا خلينا نؤكد احمد بيه ان هناك تشكيلات عصبيه الكترونيه موجوده، وهناك شركات، وهناك تشكيلات عصبيه الكترونيه عالميه ودوليه وداخليه، لكن الدوله المصريه طبعا بتقضي على التشكيلات العصبيه الالكترونيه اللي هي الداخليه. طبعا بعد قانون تقنيه المعلومات والانتهاء من اللائحه التنفيذيه خلاص، ولازم حضرتك نوضح هذا القانون، لان قانون تقنيه المعلومات والمعروف اعلاميا بمكافحه الجريمه الالكترونيه هيواجه ده خلال الفتره اللي جايه. واحنا عندنا على فكره داخل مصر الاداره العامه للمعلومات والتوثيق او الاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات ضبطت خلال فتره فاتت العديد والكثير من التشكيلات العصبيه الالكترونيه. دلوقتي خلاص على فكره حضرتك اصبح لدينا الان في الاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات ان هي تقدر تكشف الاكونت المستعار او الاكونت الوهمي. انا قلت لحضرتك قبل كده وبكرر تاني ان احنا عندنا اكثر من 10 مليون اكونت وهمي من مستخدمي احنا عندنا الاكونتات اللي موجوده اكثر من 63 مليون اكونت موجود على الفيسبوك، ودي بالارقام انا بقولها لحضرتك كرئيس لجنه اتصالات البرلمان المصري. لما يبقى عندي 10 مليون اكونت مستعار، هو الاكونت المستعار ده انت حضرتك يا استاذ احمد موسى لما تخش باكونت مستعار او احمد بدوي داخل باكونت مستعار، اذا انا مهيئ لارتكاب جريمه الكترونيه. فيمكن في القانون بيجرم ده على فكره، قانون مكافحه الجريمه الالكترونيه بيجرم ده. بعض الناس بقى، وانا بقولها على نوع برنامج حضرتك، بعض الناس اللي هو داخل باكونت وهمي ومعتقد ان صعب كشفه او صعب كشف امره، لا، خلال 24 ساعه او ساعات قليله تقدر الاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات تعرف مين الاكونت ده ومكانه والايباهات بتاعته ومكانه فين ومحافظته فين. لا حضرتك بتقول لي الحسابات الوهميه كلها بتتعرف؟ طبعا. خلال 24 ساعه الداخليه اللي هي من داخل مصر، الداخليه اي بص كنا بنجد صعوبه من قبل، دلوقتي حضرتك انا بطمنك وبطمن الساده المشاهدين، اي اكونت مستعار داخل مصر دلوقتي تقدر الاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات تجيبه خلال ساعات. عشان كده دلوقتي اصبح في سهوله، احنا عندنا عدد البلاغات اللي بتقدم يوميا في الاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات كنا وصلنا خلال الفتره اللي فاتت للاسف الشديد الى 120 بلاغ. الجريمه الالكترونيه زادت بكثير جدا عن الجريمه الجنائيه. فتم ده، اجهزه الدوله اهتمت كثير جدا بان هي يعني تهتم بالمواطن او المجني عليه اللي بيروح يتقدم ببلاغ في الاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات، فبيتم كشف الكشف السريع عن هذا الاكونت اللي بيرتكب هذه الجريمه وبيتم ضبطه. دلوقتي خلاص في القانون الجديد ده اللي بيرتكب جريمه الكترونيه بيتم حبسه، حبس بس ده الحبس والغرامه.